الإسلام، المرأة يعني تستمتع ولا تتمتع بالعلاقة الزوجية ما يهمش. والدليل أنه ما كانش في الأحاديث ولا في الآيات ما كان حتى إشارة إلى هذا الجانب يخص المرأة، ما مجهول تماما، ما يحكيش أبدا، يحكي غير على الرجل لا استمتع ولا المرأة في النشوز إذا المرأة لم تمتع زوجها أحكاوش لازم يصرى يعني يعظوها وكذا ثم يضربوها، يعني في سبيل أن الرجل يستمتع ويحقق يعني الغرض تاعه من هذه العلاقة يعني من حقه حتى يضرب المرأة. لكن المرأة هل تستمتع ولا لا ما يحكيش الإسلام أبدا، لم يتطرق إلى هذا الجانب. تاع المرأة ميهموش، أي كأنها غير معنية، ما ولا كيشغل يشوفها الإسلام ماهيش كائن يعني يستمتع ولا يتمتع ولا كاش أبدا. هذا الأمور ما يحكيش عليها، هذا شيء غريب جدا. هذا كما قلت كنت نسمع يدل على ذكورية هذا الدين، أنه جاء من أجل مصلحة الرجل، المرأة ما هيش معنية، هي آخر اهتمامات هذا الدين. نجاوب أنا برك على السؤال، هل زينب قضت وطرها من زيد؟ بطبيعة الحال أنا يعني أنا على حسب رأيي ما لم تقضي وطرها، لأنه كاين روايات كثيرة وأحاديث تتبين أنه كانت تحتقر زيد، كان دائما على خلاف معاه، والمرأة بطبيعة الحال ما تقدرش تستمتع مع رجل تحتقره وتنظر إليه أنه أنها يعني أعلى منه، هو كان عبد للرسول محمد زيد رغم أنه تبناه وحرره، لكن رغم ذلك هي مازالت تنظر للخلفية الماضية تعتبره عبد، مجرد عبد. حاجة تانية تدل على أنها لم تستمتع مع لم تكن مستمتعة معه، أنه لما جاء أمر الطلاق هي وافقت مباشرة، ما ترددش، كان جد تحب هذا الشخص ومستمتعة معه تعتار تقول لا نبقى معه ما نطلقش، لكن هي فرحت أن الرسول طلبها للزواج ووافقت مباشرة وما اهتمتش بزيد. هذا هو جوابي يعني على السؤال. انا كيبان ليا علاش وافقت، حيت زيد اصلا ما كان عنده والو، والرسول كان عنده كل شيء هذيك الساعه، فهمتي؟ هادشي اللي بان ليا. وان الرسول كان عنده قوه 40 رجل لا من غير هذاك الشيء، كان عنده النفوذ وكان عنده الفلوس هي هذه من اسباب، هي من اسباب انه طبعا كان رسول يعني في دعا النبوة وكان الناس ملتفين حوله، كان يدخله دراهم من الغزوات وكذا، هي كانت تتطلع يعني مهتمة به. وحتى لينا في تاريخ هي عرضت ما بغاش تتزوج بالرسول، يعني قد يقتلها ولا قد يدير لها أي حاجة، هي ماشي في الصالح ديالها أنها ترفض. صحيح لكن سوا بغات اوكي. انا بالنسبه لي انا يعني هي وافقت، يعني شافت يعني السلطه وان ولده في التبني يعني ما عنده ما هي، انه هو كان عبد ديالو، قومي ما غادي توافق وغادي تقرب منه. يعني هي لو كان جات يعني المراه لما تحب الشريك تاعها يعني يعني تضحي باي حاجه اخرى على جاله، زينب ما كانتش تحبه لهذا لم تضحي. شوف يعني بنت الرسول نظن واحدة من بنات وقيلة القية ولا مش عارفة اسمها، نسيت ما نذكرها، راجلها ما حبش يدخل في الإسلام، لم يعتنق الإسلام، ف يعني الرسول طلب من بنته تنفصل عنه، ما حبتش، رفضت رغم أنه بابها عنده سلطة وعنده كذا وكان يعني كانت يقدر يزوجها بوحدة أخرى تعيش أحسن حياة، لكنها رفضت، بقات تمسك بزوجها وهربت معاه.
شوفوا يعني الفرق هنا يعني واختي رد هو وحده عندها 9 سنين ورد جوج وحده عندها 9 سنين ما حالك يعني مرت ولده يعني في ذيك الوقت يعني اي حاجه بغاها راه غادي يوصل لها هو راه عنده سلطه وعند في ديك الحقبه يعني في ديك الزمان يعني سهله انك تسيطر على الناس يعني الا كنتي عندك واحد السلطه والقوه هذا راه يدير كل شيء ما بغيتي كاين حاجه واحده اخرى سمسومة لا سمحتي لي هي في الرواية أن زينب لم توافق على الزواج وقالت كيف لي أن أتزوج المولى يعني كانت تعتبره هو المولى في مكة وهذه على حسب الرواية دي المسلمين أنهم تقول بأن بحال شافت نفسها بأنها أقل بكثير من محمد في حين أن عبد الله أخوها كان مأزرها في الرأي أنها ما تزوجوش يعني هذا مؤشر أنه كان ما بغياش ما موافقاش وعبد الله دخل في عداوة مع محمد اللي كان صحابي جليل وهو أول صحابي يرتد عن الدين هناك في الرواية الإسلامية تقول لك بأنه كان حين أرسله عند ملك الروم تنصرا وهناك من يقول أنه عندما أرسله إلى ملك الحبشة دخل المسيحية يعني أنا بجوجهم كيبينوا بأنه ارتد على الدين الإسلامي يعني بسبب ديال الواقعة ديال الأخ دياله وهي ما كانتش موافقة في الرواية في نفس الرواية كان بأن زيد كان طريح الفراش فاش نزلت عليه الآية يعني ما سولش ماشي جاو غادي يطلقها قال أطلقها يا رسول الله في الرواية الإسلامية كذلك أنه طريح الفراش عاد يسولش نطلقها قصى عليها أو ذكر قدامه هذه الآية ديال إذا قضى منها زيد وطارة فتطلقها ما كانش عنده ما عندوش شي خيار انه يدخل في الصراع ولا لاحظتوا يعني فاش عيط بنا محمد عيط بنا زيد في الاول اشتراه كعبد ماشي محمد اشتراه ابن اخ خديجه وهو كان ديما تيبغي محمد انه يبان قدام الاهل ديال خديجه انه في مستوى رفيع او متحضر كاع الا جينا نديروا هذه المقاربه أنا ذاك أعلن بها محمد قال لهم أنا أقولها أمام الملاء يشهدوا علي فهذا زيد بن محمد يرثني وأرثه إلى توصلت الخلاف ديالهم عاد ولا زيد بن حارثة يعني تبدلت من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة تفضلي أختي اسمح لي لقطعتك هذه المرة شكرا على المعلومات هي عايزة توضيح ما المعلومة جبتيها أنت يا أختي شكرا كما قلت انت انه زيد ما كان هو ما كانش عنده خيار اخر كان يرفض واللي مشكله كبيره يعني يطير راسه يعني ماشي اسهل حاجه يعني. كاين حاجه كاين الناس يردوا مسلمين ردهم على هذه الشبهه ماشي شبهه يعني هذه انه هذه لما قضى زيد منها فطر يقول لك يعني الرسول لو كان صح يعني جاء عن الانسان مهوس بالجنس وعينه زينب كان تزوجها قبل ما تزوج زيد يا اخي هي بنت عمته كان قادر يعني كان يشوفها وكانوا يتلاقاو وكذا كان عينه فيها كان تزوجها مقبل ماشي حتى يتزوجها زيد ومن بعد يطلقها منه عاد ولات عزيزه عليه هذيك الساعات عاد عزت عليه عاد قرر فرط فيها من يدي ولا هو هذا يا اختي سمسوم ولا هو كان من قبل دار لها خطه عرف بان زيد غادي يورث فيه وقال هو لم يحضر لخطبتها هو كلف الصحابه اللي يمشيو خطبوا له ولده على حسب الروايه ديالهم كلف الصحابه يعني هو عاد جاي يشوف مرات ولده دارت العدة ولا مباشرة تزوجها؟ لا ضروري العدة باش تخلالها يعني بالنسبة للرحم ديالها كيتأكد بأنه ما فيه والو أو ما كاش المهر تانيك تزوجت بلا مهر يكون عطاها شي بلغة ولا البردة هو يحب يمد
البردات تاعو واصدق يخلي عنده الا كان يجيب لي عكاس ديال الدكه من البول البائر بلاش. هو الرسول كان فوق ما ترشق له على شي وحده كي الا رشقات له على شي وحده تي تياخذها فهمتي. داكشي باش عائشه قالت لهم ما ارى ربك الا يسهر على هواك. يعني اللي بغيتي يا هذا الله هذا مقابل لك عرسك نتا يوم قابل لك الجهاز التناسلي ديالك. تخيلوا الشباب دابا السيمو المهم يعني يسافر عبر الزمن ويجي يجي عندك يعني في 23 يعني يبقى يخرج معك للشارع فيما يتلاقى مع شي وحده يقول لها هل تهابين لك نفسك فهمتي. انا تنقول الا جام ما يصدقوش الا جام مصاب يجي لانه ما يصدقوش وراه يبان لك بحال شي قريضه صاحبي راه شنو هو بنادم صابو راه في التسعينات صاحبي راه كان والناس كيتخيلوا غادي وديك لامبا النور وداك اللي كيداك النور اللي كيبيعوا في التلافه في الرساله هما الا ما تيتخيلوها قريش الا ما صدقوهش قريش في الوقيته فاجه كيفاش غيصدقوا هاد الناس دابا راه في الوقيته قريش كانوا كيقولوا له اساطير الاولين عندكم توريوه السامسونج ولا الايفون راه يقدر يكفر فهمتي خصك تبدا معاه بشي نوكيا بيل وهذا فهمتي تبدا معاه دقه دقه فهمتي ومره مره بقات يعني بقات تكبر به هل يجوز يا رسول الله لبس هذا الحذاء يقول لك انه مكروه للنساء دي يتفرج في شي ماتش ديال الكره فهمتي كون شي ماتش ديال الكره دي يتفرج ولا لعب الريال مع الباطا اما لو وريتيه إيلون ماسك والصواريخ والتكنولوجيا هذا راه يقدر يتصوت بعد اول حاجه غادي تضوخو هي الضو يبقى يشوف قال لك يا ليتني كنت ترابا واش الى 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 ورينا هاد التصويره ديال الفضاء من الفوق ودي بالقمر الاصطناعي مشدوده الكره يقدر يكفر اصاحبي يقدر يكفر لا واش يقدر يتجرا يقول لنا راه كاين البراق يقدر يتجرا يقول لك راه شي نهار وصلتنا لا يبقى بوش ما يقدرش لا يدير هذيك الايه هذيك الايه ديال السنساف الى جا محمد دابا غادي يدور في الله غيقول له قول بتيني علاش خلقتيني في هذيك الوقيته ما خليتينيش حتى دابا لا واللي تنقولوا حنا سبحان خالق العقول نيت كما قلتي دابا علاش ما دارش شي اكرون كبير في الصحراء وكيهضر بلا ما يحتاج الواسطه بيننا وبين شي بينه غير هو النيت يحط اكرون كبير بهاد لا تكنولوجي اللي هو رزق هاد العقول رزقهم بالمعرفه ورزقهم بالعلم وباش وصلوا لهاد التكنولوجيا كان هاد هو يديرها يجيو يبان ليهم في الصحراء كاف شي اكرون واعر يقول لهم راه انايا هادي انا علاش تحتاج محمد ولا غيره ولا عيسى ولا اي واحد واو حتى موسى عباره على البلان ديال الالواح كان عليه هبط لي طابليت ورا الشمس صديقي الشمس والاله ما عرفاش منين كتكون الاله دابا الشيء دابا الله راه كيسخن في جهنم بالعواد وانا فهمتي يعني واحد حتى خربيق واحد البلعه ديال الدين خانس الدين ما عنده حتى التراس الاساس فهمتي هو الشهاب الشهاب ردوا منجومه ودابا تا واش ما عم تهضر مع بنادم حمق فاش تقول له راه شنو في دينك راه شنو جاب لنا تقول لك لا راه كدا ودابا اللي كيقتلوني انا بالغدايد وهما ديك القرانيين حيت دابا حنا عارفين انه القران يعني فيه ديك اللسانيات يعني دار بحال ديك اللوحه اللي كتكون مخرمزه كتشوف فيها ما كتفهم والو انا خربيق تما وتمشي تيعزل لك يعني شي اعجاز ان دبانه فوق من حشره وكيبقى يخور من هنا ومن هنا يعني تيعذب راسو تيضحك على راسو والله ما نعرف على من تيضحك بعد يعني نار العلم او تاني يجي يقول لك لا كدلس في هذه ما شي دبانة فهمتي راشني ولا راشتي لا تدلس دي هو ربع عوضة ويا اخويا دابا قدي الله هو نحمد هوبال على
المهم ذكرت واخا خرج على الموضوع ذكرت الدبانه دابا الدبانه كتليها في اللبن باش تشربوا باش داك قال لك لا ما لقاو داك الشيء هو هذاك فهمتي دابا الرب جناح فيه داء ودواء ياك وي وي قال لك خاصك تغرقها غمسها غطسها ولا وي تغطسها كتشرب داك هذه لا ما دابا حنايا نصدقوا ان هاد الانبياء جاوا واخا ما عندنا حتى شي دليل على انهم جاوا دابا من نوح وحنا جايين يعني دابا هاد النبي نوح كيفاش طلع الله دابا جوج من الحاجه يعني في سفينه واش اللي بغيت نفهم انايا كيفاش هاد السبع مع غزاله مع قرد مع ضباع يعني ما كلاوش مش هيخطب مش هيخطب جوج بالحاجه فهمتوا يعني الله تنادي ولا اخوان وتيلا وفر الماكله للفيل ووفر الماكله للسبع ووفر الماكله لهذا الكام وعاقول لي كيفاش قلب النمله فين الذكر وفين انت واش هذيك النتوه كتبيض تولد ولا ما تقدرش تولد واش عاقر باش عرف هاد الحوايج هادو فتي باش قلب على ديك النمله ديك الكريهه راه لقاو مشاكل تقنيه خاي قادر بزاف يعني مني غادي هو عاوتاني الله نشف الارض ونزلوا ديك الحيوانات يعني كاين هذيك كاين الحيوانات اللي كتاكل يعني كتاكل اللحم يعني شنو غادي تمشي تاكل غزاله غادي تسالى غادي تسالى الغزال يعني كيفاش ما فهمتش انا واش تسنى دابا السبعات وما عرفناش هاد الحكمه وعلاش الله اصلا غرق دابا هاد الكره الارضيه يعني علاش تعصب ودار هاد الطوفان علاش عصبوا شي حد كل سكت له قلبه وهنانا وعلاش هاد الغزوات كثر كثر المنكر صاحبي ويلي المنكر هذاك الشيء لا هو سريع الغضب ماشي غير مع في نوح ولا في طوفان ولا هو سريع الغضب مع ابراهيم مع صالح في الناقه ديالو مع يونس تقلق اللي دخلوا الحوتة مع اي واحد هو تقلق تتعصب بزاف ودابا عاوتاني قوم لوط انهم شنو غادي ينزل عليهم العقاب ان ديك القريه غادي تقلع من الجذر وجبريل غادي يطير بها والحجه واهي انه ياتي تزعزع عرش الرحمن دابا عرش الرحمن فوق الدابور ديال بنادم دابا محطوط للعرش محطوط على الدابور ديال بنادم انت كتقيسو والعرش كيتزعزع شو كي داير هذا الاله هذا اللي يحط راسه في ديك البلاصه ودابا هذا الاله راه دابا والساعه راه كيتزعزع يعني شحال بغينا نضربوا هذه العمليه حسابيه يعني شحال دابا كاين من عمليه ان تدار في الدقيقه ولا في النهار ولا يعني هضر العرش الرحمن عليه هو ما كيحركش الساكن راه ملاهي مع العرش ديالو كيتزعزع وخاصكم تقاو 3000 زعزعه 3000 زعزعه في النهار حنا عاد لقينا دابا السبب المشكل دير فيبرور دير فيبرور ديال التليفون تيبقى تزازل لا مدير هذيك مدير هذيك الخاصيه التي هذوك الحيوانات ودوك النشارفات ودوك الدري الصغار اللي الله زايدين باقين في القماط ودوك الحيوانات والكائنات اش دار شنو الذنب ديالهم تاعهم علاش غير خص الارض باللي دار واللي ما دارش ويخلط حب وتبن عزلها هذوك على الاقل وقاوم طرمحتهم هذيك وتيجوا عندك كاع وحاسبهم جمعتي كل شيء النمل والبرغوت بالكلاب ديالهم بالدجاج ديالهم وكل شيء جمعتي ودوك الشارفات ودوك الناس اللي كانوا غايبين عاد جاوا اللي كانوا كيحطموا في الغابه والدري الصغار اللي باقين في الكرش واللي يلاه زايدين بيومين وخلطتي كل شيء ربي زعما ما فيهاش لا تزير وزيره وزراء اخرى هذه ما بغاتش تدوز ليا انا قادر ما بغاتش تدوز عييت ما نبغي ندوز فيها مع شي دويره وزيد عليها حتى المذبحه اللي وقعت في عهد فرعون مع موسى انه بالزديات ديال نبي الله موسى يعني الشيطان استرق السماء ومشى بلغ بها عند الكهنه ديال فرعون يعني في هذيك انه نط يذبح كاع اللي تزادوا ديك الليله الا مين موسى اللي حطاته في السله ورماته في النهر يعني شنو ذنب دابا خلي عليك موسى وخلي السله ديالو دبر راسو فين تربى دابا شوف لي عال المذبحه اللي كانت تكون كيفاش عندها كيفاش يطوع قلب هذا الله انه يخلي اطفال
ما داروا حتى شي حاجه، رضع باقي الله عاد زاد مازال ما فرح بالحياه ما تعرف فيها حتى حاجه، وعيد يذبحهم فرعون لا لشيء الا ان الله ما تعرفش يخبع السر وفشى السر ديال النبي ديالو. كاين بزاف ديال الاخطاء ترجح انايا مثلا تكون واحد مثلا عنده بحال تيبغي شي واحد ولكن عنده مصلحه معاه، بحال مثلا اللي طرا الصحابه ديالنا حنايا مع محمد بكثره ما بغاو وبغاو مصلحتهم فيه في دوك الغزوات وشنو العائدات ديالهم. كما الاخوان كلكم كتعرفوا بانه الصحابه ما كانوا غير اغلبيتهم قطع الطرق وما عندهمش ما تيمتلكوا شي حاجه كبيره، تولوا من 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 الاغنياء ومن الاسياد ديال مكه. يعني هادو داك الحب ديالهم المصالحهم في داك الشخص خلوه يالهوه شتي، ولو غير يقول كذبه غادي يمشيو يعاودوا هما ديك الكذبه غادي يزيدوا يقمحوها. شوف انتيا مثلا بنت وتزعطي فيها، انت دري تزعطي في بنت اعتذر على هذا المصطلح بغيتيها، ملي كتجي تعاود لداركم عليها بان راه بغيت نخطبها وراه هذه كتبقى تقول شي حوايج انت كتزيد من راسك بلا ما تشعر بلا ثلاثه وتقول لهم مسكينه والحشمه وكتزرنك من ومن حنيكاتها وكدير ما تقدرش تهز راسها، تطبق انت تقول شي حوايج ما كاينينش عين ترسمتي لها واحد الصوره. هادشي اللي طرات لهاد الناس هادو عاشوا فعلا مع النبي، كانت مصلحتهم في الدعوه ديالو انهم يشيط لهم الخير والبركه في السبايا في الذهب في اي حاجه في كنوز ديالهم. هنايا كانت عندهم هاد المصلحه هادي كتخليهم انهم يردوه لنا هو الاسماء. أنا راه كانوا كيهضروا على محمد لدرجة أنك كتبقى يتشابه لك بين النبي ومحمد والإله في الأعمال، فتلموا أن هاد السيد هو ولا ردوه رحيم على النبي. يعني ترجحها أنا شخصيا ترجحها غير اجتهاد كاجتهاد شخصي ديالي أن الحب لمصلحتك في ذاك الشخص تكون أكثر نفاقا وأكثر يعني صورة وهمية، بحال نقولوا أعطانا صورة وهمية للنبي، في حين أن ملي خرجنا من الخرافة والتي بان لنا أن النبي راه ما كاين نبي لا حتى شي حاجة، وجهه ما بقيناش كنشوفوه بلا شعلة فيه إن لومب، عرفنا بأنه تورى كسائر البشر، ربما إحنا فينا شي خصال أحسن منه بزاف، ماشي ربما راه بزاف، يعني مهما أنكم معترضين على الزواج ديال عائشة عندها 6 سنين إلا راكم أحسن منه في الأخلاق، إلا كنتم معترضين على شي حاجة دارها محمد إلا راكم أحسن منه في الأخطاء، كنتم متفقين معاه راه بحالكم بحاله. حتى في القرارات اخي قادر دابا واش يعني دابا اذا انه خلق هذه البشريه للامتحان يعني بوشيت هراء صاحبي قمه الغاب الا ان غاب صاحبي، وانا يعني ما عرفش ما لقيتش انا شي تفسير يعني كيفاش انا عالم عليا انني غادي نكبر في واحد الاسره يعني مسلمه وغادي هذا الاخر غادي نرتد وغادي يعذبني ما لا نهاية. يعني كيفاش واش غادي يشفي الغلال ديالو انني عذبني ما لا نهاية؟ ما امنتش انا بالرسول ديالو وما صدقتش هو انه موجود، هذا حمق يعني ما هراء قمة السادية. يعني من الصالح ديالو انه ما يكونش، يعني لا كان راه كارثة يعني هنا راه كتسقط عليه يعني بزاف ديال الصفات، انه رحيم عليم خبير ما عليم ما توزى، وسمحوا لي يعني هذا المصطلح حيت انا كنكره الاله الابراهيمي، يعني كيفاش حنا كنشوفوا هذا الشر المجاني وهاد الروينه اللي نايضه وهو ما كيحرك والو، ما عادي نورمال ملي كتكلم يعني مع مع المسلم كيقول لك راه حكمه يعلمها الا الله. اي حكمه؟ هذا ضحك على الدقون. اي حكمه يا صديقي؟ ما فهمتش. والمؤمن مصاب تيكمل هاد المؤمن مصاب اللي بحد كتامن به هو تيعزبو دوك الناس اللي كيبغيو وتيامنوا به، هو اللي عزيز عليهم يعذبهم وهو اللي عزيز عليه يمتحنهم.
ما فهمتش على القصة ديال أيوب، راه تعاودت حنا في الحياة ديالنا بزاف ديال الناس كنعرفوهم كيعانوا مثلا من الأمراض اللي خبيثة بحال السرطان، راه تتقول مثلا شمن الامتحان، علاش هذا الامتحان؟ نشوفوا قصة أيوب، خصو داك السيد يلتزم الصبر ويصبر وما شنو ويحوز أمر الله، ما كايناش المنطق. والسيد معمرين له بالسيرومات في السبيطار ومازال تيقول لك الله راه الله اللي غادي يدير والله اللي غادي يدير، هو راه اصلا راه هو اللي جابوا لديك البلاصه وعلقوا له السيروم. نسولكم واحد السؤال، قالوا العقل ديال معالم ما تتوزى، وكاينه في القران الكريم قالك نعتذر لكم على هذا، لما تعتذر شرح الله اللي تيقولها عزيزي، لان في القران سبحان الله كل شيء قالك ما فرطنا في الكتاب من شيء، كاع الفرشات ما فرطش فيهم، حط الفرشات فرشه ومن الفرش باش يفرش راسه، ما مرش شي واحد كيهز يدو تيصرف قراسه بخبار من القران من كلام تيجبد يدو عاوتاني تعطي لحنك الاخر قبار. كاينه هاد القضيه هادي والان علم ان الله في قلوبكم ضعف، يعني واحد الموقع ديال الزلاقه ديالهم كان وعدهم الله بان كل 20 غادي يغلبوا 200، يعني كل واحد غيطاكي 20 غيغلب 20 شي طاكيهم يغلبهم خسروا، الله طلع عليه الغاز هو يجيب ايه شنو قال لهم، والان علم ان الله في قلوبكم ضعف وغادي الصحه، وغيقول كل 100 كل فئه من 100 تغلب فئه من 200 باذن الله، يعني صلح كل واحد غادي يغلب جوج، ما بقاوش كل واحد غيغلب 20. واش هادي، وهذا هو السؤال، كانت مكتوبه في اللوح المحفوظ حتى هي منذ قال الله للقلم خط فخط، يعني كان مكتوب في اللوح المحفوظ بان الله راه واحد النهار ما غيكونش عارف وغيغلط وغيصحح الغلط ديالو، لان ما كانش تيعلم واش مكتوبه حتى هي في اللوح المحفوظ ولا فاش حطها في اللوح المحفوظ، كان تيعلم وعدو داك المخ وقيل مقسوم على جوج بي فمخ تيدوخ على مخ، مخ النص ديال المخ تنسي النص ديال المخ الاخر، يعني واحد التشكيله واحد التركيبه مخربقه مشوهه الاله هذا بانه هو راه تي 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 تيغلط وراه ما تيعلمش كل شيء، تيعلمش الغيب. والدليل في القران كما قلت لكم، فواش هذه الكارثه كانت مكتوبه هي في اللوح المحفوظ؟ مشكله وماشي تاكك عزيزي، حتى دابا القصه ديالو هو وابليس يعني عزازيل، انه يعني رفض لك امر انك انت غادي تبرعش معاه وغادي يعني غادي تخاطر معاه، يعني يقول لك ربي انظرني الى المنظرين، صافا تقول له صافي سير وغوي الناس وتنوض هاد الروينه كامله، راه بامكانك انك انت كاله يعني ما غاديش تسوق له، ما غاديش تدي عليه، انت عالم عليه انه غادي يرفض لك ديك الطلب وما غاديش يجد العلم وصافي يا صاحبي. ما يعني وانا راه كنظن انه يعني الشيطان فهو الله يعني رمى عينه هو العدل، وانت حرمتي على نفسك يعني الظلم وظلمتي انا ابليس، يعني هو ما قالش واحد ما دار لك حتى شي حاجه بعدا، ما كيفاش انت طلعتي من اللي واش كيدير هو يا مع الملائكه مع الربوات اللي ما كتعصاش جيستومون كاين التخربيقه راه باديه من خلق ادم، كيفاش يخلق ادم وفاش وصوروا لنا بانه اخبز ربي في طبقه، اش دخلوا شكون اللي امبليكا في ليستواغ ديال الشيطان مع الله، ما بغاش يسجد ليه ولا شي حاجه، علاش تربط بهذه المساله هذه بالعداوه بينه وبين ادم، وعلاش تحط ديك الشجره اللي انت ما باغيش ياكل منها، علاش تحطها في ديك البلاصه اصلا حيدها. جبرتيني يا صديقي غادي نقول هذه الكلمه يعني الله انشب ادم يعني بشجره، يعني هو اللي مول سكريبت، هو اللي بغى اصلا هذا الشيء كامل يوقع. ايوا انا قلت لكم انا مصالح ديالهم ما يكونش. أخي اليوس راك معنا؟ حسن
أخيليوس؟ يمكن الأخ إيه الأخ كيفن بغي يقول شي حاجة. وي ميدياس كنت بعيد عاد. عرفتك مشيتي للثلاجة عقت وقت. عندك حتى لي كلاسين باش بزاف راه كيضرب في المعده في هذه القصه تحفظوا. بغيت نقول لك شنو بان لك في هذه القضيه ديال ديك الايه اللي كتهضر على والان علم الله ان في قلوبكم ضعفا من اللي خسروا في ديك اللعيبه خسروا من اللي قال لهم راه وعدهم قال لهم كل واحد غادي يغلب 20 يعني كل 20 غيغلبوا قران جاتك كل 20 غيغلبوا 200 ولكن خسروا وغادي يقول لهم والان علم ان الله ان في قلوبكم ضعفا وغيصحح غيقول لهم ودي راه كل 100 غتغلب 200 كل واحد غيغلب جوج. واش اخي اليوت كانت هاد القضيه انا ما كانش عارف واش كانت مكتوبه في اللوح المحفوظ واش كانت مكتوبه بان الله ما كانش عارف وهاد غيعرف راه ما كاينين جوج ديال اللوح المحفوظ كاين واحد فيه الناسخ والمنسوخ وكاين واحد فيه لا فيرسيون الاولى هذاك اللوح المحفوظ هذيك نوكته هذيك فهمتي من اللي انا الاول اللولين ديالو كان زيندم واش كان عارف بان ادم عايكون من الشجر واش كان عارف بان في ايام لوح الناس عيوليو طغاه ديما تيندم واش كان عارف بان هارون كان عي يدير ليه العجل ويعبدوه واش كان عارف بان داوود عينو دي حرحها ويتزوج بمرات الجندي ديالو واش كان عارف ان سليمان عينو دي يتزوج من العيالات ديال الحضارات اللي دايرين به ويمشي لهم آلهة واش كان عارف ان مثلا شاور هذاك اللي تيفوحوا به من بين المساحة شاور قتل الكهنة شي الكهنة قتلهم كاملين هو ديما مسكين تيغلط ما عارفش هو عاطينو ديك السميه ديال العالم ما هو اللوح المحفوظ هذيك طبزولها العين اللي مسلمين ما نشوف فيها بزاف وهي حصله اذا سيد تيغلط سيد تنسى سيد تيغير سيد هاي ابراهيم ابراهيم فايت قال لي رجع الله الله راه عفرت ليها العين موسى حتى هو قالها لي ديما تيبغي يسخط ويبدي عاوتاني يحرق ويدير شي طوفان اخر ولا كارثه اخرى ولاو الانبياء ديالو اللي تيضروا فيه وتيقولوا ليه رجع لله راح حريره هذيك ولكن محمد تبعو في بالو الوحيد اللي تبعو في بالو جوج هما كاين داك المكلخ الهبيل ديال عيسى اللي معاقب القالب حتى تعلق فوق الخشب هذا بدا تيقول له إيلي لماذا شبختاني هذا عقب الفيلم ولكن محمد ما تقولبش بل هو كان سباق لله باش يشجعه يقول له ذاك الشيء اللي غيديره كان رجع قال الله خاطبة رجع هو تيدير القوادة لمحمد شوف كيفاش دله محمد دل إله اللي كان شي حاجة كبيرة في العهد القديم وفي العهد المسيحية وكان الإله شي حاجة شخصية فغيشدو محمد وغادي يردو دابة كيركب عليه كيأمره وكيتفلى عليه هو وموسى كيتفلوا عليه في الصلوات ردوه ألعوبة ردوه تيغلط ردوه كينسى ردوه تيتلف ردوه تيتقلق وتيتعصب وتيسب وتيعير في القرآن وتيخلق المخلوقات وتيجلس يسعير فيهم على الأصوات ديالهم على الشكل ديالهم يعني عجيب الإسلام هذا محمد هذا شد الله هو يعري له وجهه ورانا السوء دياله الحقيقي وراني حتى قال لك بأن الله عدو رجل وحدة ويدي ديرين بها الشباكية يعني شو هو محمد شد الله وتبعوا في هباله وقلس يقول لهم ها هو سيد ربي زيدوا تشوفوا سيد ربي تبارك الله على سيد ربي هاربي فوق العمارية وتعالوا تشوفوا هل ذاك الموسم اللي تيكونوا كيدوروا بشي فادر ليه بحالكم سقط الوالدين محمد شوه ما كاينش شي واحد دارها به هذاك الشيء علاش تما هو يغضب الله قال لهم ما باقيش غنجيب شي نبي راه ما كذبوش فادي قال غنجيب شي واحد توا غيفرشني بحال محمد ولكن محمد جمع معاه المطاوي تتبانش لكم هكا لا كيجيني هاد الاله الابراهيمي
بحال اللي كان مع شي آلهة ويعني جراو عليه حيت صبرهوش يعني المقبس الطي وجادرنا حنا يبغى ما عرفتش اش قاتلو يديرنا يعني بغى يطبق علينا الألوهية ويحس حتى هو رب إله هادشي اللي بان لي أنا يوم ما نعرف اشتراك البارح ذكرني في واحد القضيه كنا كنهضروا فيها شحال مره ولكن صافي لون ما هضرناش فيها ديال داكشي اللي مذكور عند المسلمين في القران في كل شيء ديال اللهم اللي هي في الاصل الهيم هادي راه غير هادي راه فرشه مقوده كيفاش اللهم راه ما كانش القران منقط يعني كي درتو ليها باين الهيم راه كي هضرنا البارح في هذه القضيه اخي اليوس وراك وبزاف ديال الاخوان الاخوات هضرنا فيها يعني كيفاش راه الاسلام راه تيقصد الله اللي عنده 99 سميه بان راه ماشي اله واحد راه الهه مجموعين يعني اول ان وان شدوا كاع الالهه القديمه كما دار لان بدات اليوم اليهوديه راه الهيم راه جمع ديال ال ديال اله فكي قالها نيت راك انا باقي عقلي البارح ذكرنا باللي كتجي مثلا عندنا نيت في الاسلام كتلقى اسرافيل عزرائيل كاع كلهم عندهم ايل يعني ديك لعبة ديال الله يعني راه الا ترجمتيها من الاصل ديالها اللي هو السورياني غالبا راه كتفهم بان الكلمه راه صفي الله مسي الله اللي تيدير خاطر الله يعني دوما السميات اللي عندكم غير هما كانوا في العهد في الاصل ديالهم كانوا الهه بحال الشيطان وابليس كان اله الشر ولكن عند الديانات الابراهيميه وعند محمد براسو ردهم مخلوقات ما بقاوش الهه فهذه اللعبه اللي داروا هاد الهيم راه كتكشف لهم اللهم اش من اللهم راه الهيم بزاف الكلمات كيكتبوهم تيقراوهم بالغلط كاين مثلا هنا المسيح راه كان ذاكر بزاف الكلمات منهم تبت يدا اللي هي رجع للاصل ديالها كيفاش مكتوبه ولقاها بتت يدا لان ما كايناش ديك بتت في اللغه العربيه من راسها من الف حتى الياء ما كايناش بت تبت تبت فين كاينه تبت فين كاينه الصلوت ولا الصلوه فين كاينه الزكوت ولا الزكوه وعديد الكلمات هذا تبين بانهم بدلوا داك الشيء وغيروه وبقاو تيبدلوا تردوا كاع ديك اللي كانت آلهة اللي عجبو جمعهم في الآلهة اللي هو الله واللي ما عجبوش هبط لهم الكراد ديالهم وردهم ملائكة ولا الشيطان ولا. هذا هو اللي دار عندك بزاف صديقي عندك تبيك سبحانة يعني سبحة جاية من سبحة وبزاف يعني أنه الإسلام بقى كيلبق ويخربق يعني بالعربية وال يعني بقى كيلبق يعني وديك الشيء جاب تدري يعني ما جاش تدري يعني ما جاش هكاك يعني جاب واحد الوقت ولبقوا فيه توصل لهنايا حنا راه كنشوفوا يعني هاد القرانيين راه يعطيوكم الخبر يعني تيخيطوا تيربقوا حيدوا منه منو تردوا يعني شي حاجه اللي كيوت اللي حاجه اللي ما فيهش القاتل اللي ما فيهش بزاف ديال الحوايج يقول لي زيد مسكين تحرم من الإراثة بسبب زينب هو اللي غنى عليه قال له اش ديك تمشي للزين هو زيد كوني حسابك كوم شقدها باللعب وان الوقت كون اخذ شي ديباناج وديباني وصف ولكن تنظن الى ما خانتنيش الذاكره راه قريساو راه حطوا في الصفوف الاماميه الاخوان شكون اللي باقي انا القصص كيتشكوا ليا بعض المرات ثم باقينا شكون اللي باقي شاد راسه باقي صفاه وقيل حطوا في الصفوف الاماميه وهو يحيدوا ليه دماغه قريساو لا ماشي هو لا لا ماشي زيد زيد بخاطره مسكين عم على الايه صافي طلقها سلام
واش مات هو من بعد الرسول ولا قبل الرسول ولا كيفاش القصه ديالو؟ ما عقلتش على شنو وقع عليه من بعد. كنت عايش كان عند أدساد عنده واحد الولد كان جميل وسيم كان يحبه الرسول تيقول كذلك هو الحب دياله حتى دخل بعض دخل شكوك لبعض الناس على ذاك. ولكن هو راه ياك ما بقاش ولده في التبني ياك حرم التبني كيفاش غادي يبقى عزيز عليه زعما؟ مساء النور الاخوان. مساء النور. واش عارفين الدراري بمن كان مزوج زيد قبل ما يتزوج ديال الحرب اللي الغزوه اللي صيفط فيها اللواء ياخذوه جعفر وبعده كذا وبعده كذا وقطع ربو تما كاين زيد. حيت انا ما عقلتش واش صيفطوا في شي غزوه وحطوه في الصفوف الاماميه وكزروه. ما عرفتش العاقل ما عرفتش واش معنا العقل اكادو فاش كانوا جدي صيفطوهم واش نسمي دير ما تبوك شنو هي هذيك كاع الغزوه اللي كان فيها اللي شد فيها خالد من بعد والخا. نعم صديقي كنت خارج كنت كان نعم اخويا شكون اللي تكلم؟ لا كنسول العقل واش معنا واش كيسمع؟ هي هي كنسمع كنسمع صديقي العقل هذا العقل ولا العقال ولا العاقل؟ العاقل العقل المقدس تسميته ما كتبش مقوده كيف بالله والعاقل وقنا الناس ضربة قطة بنفسه دار عنده تليفون عارف القصة كل عارف القصة واش مات ولا ميدياس ميدياس واش تسمعني واش تسمعني واش عندي الصوت؟ وي عندك الصوت أخي ليوس تفضل. زيد مات في معركة مؤتة وصيفته وكان دارو على رأس الجيش هي باش مات بيعوا العجل قدموا اي هي دي دالي صوف واحد الحاجة تلقاوها وديما تلقاها بيزار في هاد الغزوات هادو كانت واحد كانت واحد المرأة لاحت من فوق السور واحد الرحى صار الرحى بس يطحن الزرع صيفطاتها من السور طاحت على شي صحابي هادي تلقاوها في نفس القصة ديال داود مع أوريا الحسي ومراته بيت شيبة تيجي لأن تداود نفس الدار نفس القصة حط أوريا الحسي في الصفوف الأمامية باش يموت محمد تاهو دايرة دارها وتلقاو هاد القصة ديال الرحى كاينة في جوج القصص قصص في الغزوات الإسلامية وقصة عند داود مي تيبانو ليا بحال إلا بغاو يزيدوا فيها وزادوا فيه اللي بغيت نقول لك أميدياس كاينة واحد الحاجة وانت عاد طيرها وانتوما كاملين زيد قبل ما يتزوج بزينب راه كان مزوج بأم أيمن عقلتوا على أم أيمن مربية الرسول والحاضنة الرسول اللي شربت البول عقلتوا عليها اللي قال لها ما تكرشك ما تمساش النار كان مزوج بوحدة قد جداه زيد ومنين طلقها منين ومن بعد ما بقاش معاها وتزوج بزينب وتلقى حاجة أخرى منين محمد دار ليه الصابونة طلقه وخليه زينب بمن زوجه زوجه ودر بنت أبي لهب بنت أبو لهب زوجه يا أخي ليوس هذيك الشيبانية اللي زوجه بها محمد كانت آمة على ما أظن إلى ما خلقه ويرا كانوا بجوجهم آمة بجوجهم هو زيد وأم أيمن كانوا بجوجهم موالي من الموالي اللي طلقهم أيه ولكن راهو ما كانوا من الموالي راه من الاسباب اللي لوجيك علاش في الاول زينب ما بغاش تزوج بزيد هنا قالت لي السيد مولى واحد انا من الطالبيين انا مي بنت عبد المطلب وزيدون الاخر مزوج بوحده قد امه قد امه ام ايمن كانت قد جداه ولا امه الا كانت ام ايمن هي مربيه الرسول والحاضنه ديالو اش عاد شي غتكون كبيرة على الرسول يعني متريب ليها العمر ديال زيد هذيك واحد الحريرة هذيك راه من بعد هاد الدرة بنت أبو لهب راه تزوج زيد أم كلثوم خت عثمان ومنين مات زيد شكون يتزوج بها؟ تزوج بها دحية الكلبي ومنين مابقاش معاها دحية الكلبي تزوجت بالزبير بن العوام من بعد الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف وخسخت ماتها مع عمرو بن العاص
هاد مساخيت والدين كانوا دايرين تما التويزه فريمون شيتي شلتي شلخ شيتي هتي موت واحد لاخر كانوا تيدوروا العيالات بيناتهم. هاد القضيه هادي مزيانه باش يعرفوها الاخوان اللي ما عارفينش هاد القضيه. دابا في الاسلام العبد والعبده انهم ما تيملكوش القرار ديالهم ديال الزواج او ديال الطلاق. مثلا الا بغى السيد ديالهم يزوجهم يزوجهم، ولا بغى يطلقهم يطلقهم وقت ما بغى، ماشي بالامر ديالهم هما. هذا في الاسلام ماشي بالامر ديالهم هما، بالامر ديالو هو، لانه هو مالكم بحال شي حمير ولا شي سلعه ولا هذه كيدير بهم ما بغى. هما ما عندهمش قرار نهائي لان ما واخدينش الحريه ديالهم، يعني هما عبيد تحت السيطره ديالو، هو الاله ديالهم ولا المتملك ديالهم ولا الرب ديالهم ولا فتيعاملهم بحال شي حاجه عدو من الدواب ولا من هذه تماما. ف ميدس يعني هو العبد يعني في الاسلام كان بحالو بحال حشاكم الحيوانات، بحالو بحال الحمار بحال الكلب بحال، يعني شنو غادي تقدر دير انت الحيوان عزيزي ما كيتنكهش. هذا هو الفرق، كاين فرق كبير. على الاقل الحماره ما غاديش ينكها، ولكن هذيك العبده غدير المهام اللي كديرها الحماره كامله ومن الفوق غادي يركب عليها وينك. واشنو كتنتظر مع واحد جاهل؟ راه يقدر ينكحها، يقدر ينكح الحيوان واحد جاهل يعني مكبوت. لا ولكن هذيك مشرع عليه، مشرع انه ينكحها عادي جدا، ماشي مشكل. انا عطيتك ابسط المقارنات، يعني انت ملي غادي تملك واحد يعني واحد الحيوان يعني تقدر به اي قتلو بيعو شنو ما بغيتي دير به ديرو يجوز. لا لا شوف، في الاسلام فيه باب التحريم، باب قدو قداش حرام نكاح البائمه لان من بعد كيقتلوها وانت كيشوفوا معاك وهادي. ولكن المراه العبده نكحها وقت ما بغيتي 24/24 7/7 بالاذن ديالها، ماشي بالاذن ديالها تكون فيها لي ريغل، ما يكون شغلك هذاك انت والاراده ديالك، فهمتي؟ يعني هي مازال الحماره مكرمه على المراه في الاسلام عاد من الفوق. الا ما تنساش واحد القضيه، المراه واخا ما تكونش حره كاع راه كتقطع الصلاه وكتجي على صوره الشيطان كيما بغى يكون النوع ديالها. انا اللي كيبان ليا واللي استنتجت من هذا الشيء وهو هذيك الساعه كان كل شيء على بال، كان كل شيء عايق بهذاك الشيء بالله، غير من هذاك الشيء، غير من عند محمد هو اللي كان داير هذاك الشيء كامل، كل شيء كان عايق. غير يبقى حتى العهد ديال عثمان بن عفان عاد باش من وراها بدا بنادم غير تيتزاد وتيسمع وسميتو وتيتشبس. شي اللي بان ليا ورا حقيقه صديقي، يعني الناس راه كانت مامنه، يعني ماشي كانت مامنه يعني كانت خايفه، يعني كانت خايفه وشي وحدين كان عندهم مصلحه في داك الشيء وطبيعه الحال. يعني بحال دابا مثلا دابا كوريا الشماليه واخا ديك الديكتاتوريه وهذا، غتمشي عند داك الشعب ديالو ما يقدش هو يقول لك ان الرئيس ديالو مخايب ولا يشكر فيه، وغادي يقول لك راه مزيان حيت خايف، هو خايف يعني يمشي غلط، يعني شنو كينتظروا داكشي اللي كاين. يعني دابا غير ملي كتشوف مثلا الفتره المكيه كتلقى 13 عام يعني ما تبعوش ما فاتوش 70 واحد، راه كاين قصص تقول لك ها 30 كي تقول لك 13، المهم قولوا 70 من داخل الموروث ديالهم 70 واحد 13 عام. وشكون هاد 70 واحد؟ راه هادوك المقهورين من العابين هداوة بلاتي. ولكن من اللي هز على ربي بربهم السيف دخلوا في دين الله أفواجا، سواء كانوا مستافدين أو خايفين، فديك الساعة ولات حاجة أخرى، ولاو تيدخلوا بالمئات يوميا في الدين. يعني راه ما كذبوش فاش قالوا في دين الله أفواجا، لأنه ولات السيف مهزوز على الرقبة ديالهم غتدخل الإسلام ونحيد لك راسك. ومنها قبائل جاو الروسهم بلا ما يوصلهم السيف، قال لكم انا نبقاو نستافدوا حتى حنا بالجواري والغنمان، حتى هما بداو تيجيو باش يمشيو معاه في الغزوات. يعني هي مساله ديال السيف، يعني مساله سياسيه. ملي ما بقاش داك الاسلام
المتدرويش اللي دوز 13 عام عاقب الفيلم بان راه ما غادي ما نجحش 13 عام وكيجري يلا 70 واحد فقل هز عليهم السيف فدخلوا في دين الله افواج يعني ولا دين سياسي ما بقاش دين انسان كما بدا فيه هذا هو علاش هز على ربهم السيف ولكن هذاك الشيء ما داروش مشى للمدينه هذا مش دار بحال كوك حتى تقوى حتى ولا عنده الجيش ولا عنده بحال هذاك خونا اللي سولته هذا السؤال ديبار عزيزي من ديبار يلا وصل للمدينه ورا جيب معاه مخطط قدو قداش وصل اول مخطط ديال الكريساج مخطط ديال الكريساج جوج القبائل على قدهم ديال الاوس والخزرج وخصك ترجع باش تعرف شنو شكون هما الاوس والخزرج خصك تعرفهم شكون هما راه لولا الاوس والخزرج ما كانش الاسلام غادي يكون جابهم معاه يعني القضيه راه ما اللي كان في الاواخر ديالو في مكه راه كان تيخطط لهذا الشيء هذا مع دخل المدينه دخل معاه جوج قبائل اللي ما كانوش يقدروا يدخلوا الا به هو الاوس والخزرج شكون هما الاوس والخزرج قبائل ديال الكريساج معروفه الكريساج ما كيديروا لا تجاره لا صناعه لا والو تيغيروا دائما على القبائل وكيجيبوا ما ياكلوا ما يلبسوا ما يديروا ملي كيتقاضى عليهم تيمشيو حتى شي قبيله اخرى وهي غاده يعني ديك كلوشار مشى ديك كلوشار دخلهم معاه هادو هما اللي غادي يجيبوا الله في دين الله افواجا ولكن قبل ما يبدا بهم هما مشى عند الصعاليك تصور علاش تنقول انا دائما صعلوك الصحراء مشى عند الصعاليك مشى عندهم هو برجله مشى وجلس معاهم وتفاهم معاهم قال لهم شوف انا غادي تدخلوا معايا وغادي تربح ياك دابا رابحين واحد غادي تولوا رابحين سبعه كل واحد غيولي في عود رابح واحد عود واحد غتربحوا سبعه العواد الواحد تبعوني اول عمليه غيديروها غيمشيو يجريسيو واحد القافله اول عمليه ما صعاليك فهذا ماشي صعلوك الصحراء قطاع الطرق فري داكشي باش داكشي علاش تبعهم الجيش ديال سميتو الجيش ديال ولاد عمو وابن عمو فاش تبعوهم المدينه وحاربوهم وما تيقول لك المسلمين تيقول لك لا راه مشاو حاربوهم باش ما يخليوهمش ينشروا الاسلام وهادي هما راه ما لحقوش ومشاو تبعوهم راه ولاو تيتعرضوا لهم من القافلات ديالهم حيت هذاك هو المسلك الوحيد باش يوصلوا لمكة وهذا الشيء كامل الله كان خدامه في ديك الصحراء ربها فهمتي كان خدامه مع هالداوة ما شفناش شي نبي شينوي ولا شي واحد من الميريكان ولا من أوروبا ولا من أفريقيا مش أكيد وأودي كان على الأقل غير يجيب شي فيلسوف تام تما تام ديك المنطقة اللي نبتوا فيها الأنبياء بكثرة راه ما كانوش ناس عقلاء ما كانوش ناس حكماء ما كانوش فلاسفة جابنا غا وحدين عريانين وفيانين وفيهم الجمل وفيهم الدود بحال داوود داك الأيوب وهاللي حمق مسطي كيطيح بالرياح كتخرج من فمو الكشكوشة ما عمرو جاب حيت هاد الناس هادو ما يقدروش يقبلوا ليه هاد الرسالة العوجة ديالو الخرقاء خرقة نيت راه خرقة ما يقبلوهاش له الناس العقلاء وكما الفلاسفة ما يقبلوهاش فمشى عندوك المعتوهين المراد الديوتيين كيمشي واحد كيدي معاه مرته وملي كيوصل عند قدام الفرعون تينكرها وفي الاصل هي راه اختو مزوج باختو زين المحارم ما كاين الله يعطيك صحتك واحد من الانبياء كاين اسمع بناته قال لك فكروه وحملوا منه ما فهمتش انا كيفاش الواحد ملي كيسكر كيتمنوا ما تبقاش عايق كيفاش يقدر انه يدير واحد العمليه جنسيه انا ديما بغيتش تفهم لي ما مفهوم وقائع يوم هي اخي اليوس باش يدخلها لي راسي والو بغيتش تقول لي راسي كما قال هذه الامام قزمة باليه فهاد المسائل هذه ما كتتبين لك بان هذا الاله هذا اله فاشل اله اختياراته كلها للرب ما عمره اختار شي حاجه من اول ما بدا هو اختياراته كلها كحله اختار هاد النبي دار المشاكل اختار هذاك دار المشاكل اختار هذاك عجزوك انبياءك عجزوك جاء عندك واحد قال لك اريني كيف تحيي الموتى ما وريتيه توزع قتلتو داك الطيور متاكن دوك الربعه ديال الطير اللي قتلتو باباهم حيدتهم من الحياه وخليتو كاع داك الطير يعيش وشيرتو بهم كل الجبل ولا ملي دعا الله رجعوا ليه انظر الى طعامك لم يتسنى وداك التخربيق والروح من اذن ربي وما جاوبتها جاوب ما هو كل شيء كوارث ما كاينش شي حاجه دارها الاله في شي مرحله من المراحل وكانت ناجحه بل اله فاشل وكاع داك الشيء اللي جا به فاشل يعرف غير صفه القدر وموسى باش يقتلوا دري صغير كان الاولى تقتل الشيطان تهني كاع الاشرار ديال الدنيا ولا ديال الكون
تهنينا من الشر الحقيقي اللي جاي من عند الشيطان. ياك الشيطان هو الشر، قتل الشر. علاش غتمشي تقتل دري صغير؟ لو قتلتي الشيطان ما كانش غادي الدري الصغير يجي من الشيطان. لا ما تقدرش تعدلو كما درتي لمحمد، حتى هو تحل ليه الصدر ديالو وتقادو تحيد ليه ديك الجمره الخبيثه. مشيتي قتلتي دري صغير ووالديه والدينه وهذه، علاش درتيه من الاول خاسر؟ يعني اختيارات الاله، اختيارات حتى دوك الامثله اللي كيبغي يجيب لينا دايرين بحالو، ما كيتفرقوش مع الافكار ديالو. هاكا دير يلاه تيعرف يقول لهم كتقولوا عليا كنجيب الامثله ديال البرغوت والنمل والبق وهذه، وان الله لا يستحي ان ما مثلا بعوضه وداك التخربيق. والله راه ما كيستحيش، راه هو كيشتم ومرو استحيا ما جاب حتى حاجه فيها الربح. كل شيء عندهم شقلب، لا السماء كاينه شي سماء، ولا الارض المسطحه ولا المسنطحه بحال مسنطحتهم ما هي مسنطحه، ولا النجوم رجوما للشياطين هما نجوم. كون عرفت ديك النجمه قداش كنت تسطى ديك النجمه بعدا اللي كيشوف فيها واش ترى هي باقا ولا مشات مات حتى هي، ما عارف والو. هي كيخبز فين ما حط يدو كيجيب الربح. واخرتها هي ملي خشى نيفو في المؤخره ديال العلم جاب الربح المزيان صافي، راه تياكل دابا في العصا. هذاك الشيء اش كتقول المسلمين ما عندهم ما يقولوا، لانهم كيشوفوا في الفرشه قد قداش. هما دابا تينتظروا شنو كينتظروا؟ الله يدخل يدير يجيب لهم شي حاجه باش يرجعوا للقوه ديالهم، وتسناو في الله. الله ما قدرش شيء يقاد رجليه ولا يديه، وهو ما قاد شيء. وهو دابا تصور دابا طيح النيفو ديالو وبقى كيشب، بقى كيشب يعني تبت يدا أبي لهب، يعني تبت. ماذا تعني؟ أن أبي لهب جابوا جمعوا الآخر بقى كيعاود يدير الخريف، يعني الآخر راه من حقه. قال له تبت لك يعني انت هادشي علاش جمعتينا، يعني مسامحين في شغل ديالنا وهذا، انت جاي باش تعاود لنا الخريف. يعني طلع له الدم مشى بحالو، تما نزلت ديك الايه ديال تبت أبي لهب ما وتب ما، يعني تخربيق. واحد طلع له الدم انت علاش غادي غتبقى تجاوب على واحد اخر تنزل؟ يعني بحال ديك الصوره ديال ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، غير الرسول انه ابتر. قالوا لا راه ماشي انت اللي ابتر، راه الاخر اللي عايرك هو الابتر، حنا عطيناك الكوثر. وفهموا لي انا هذه انا بغيت انا سخيف بوشيت. ولكن هذاك العير والله راه ما ابترش، راه والد، راه عنده ولاد، راه محمد هو اللي ما عندوش الدراري. واش الله كذاب؟ الله راه كذاب حتى هو. هو سيد بولادو انت كتقول عليه ابتر؟ اله ماشي غير اخرس، اخرس وكذاب. ها هو هو تيكذب دابا، السيد عنده ولادو عنده بناتو تقول عليه ابتر، حين ان محمد ما عنده حتى ولد ولا بنت. ما هذوك كلهم ولاد 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 خديجه، بنات خديجه. اما الاخرين ما ولد تما شي وحده، مالو مولد مع هويشه ولا مع صفيه ولا حتى وحده مولد معها، لان خديجه كانت عند ولادها باش تزوج بها هي الشيبانيه، اش بقى غتولد ديك الطون ديال دوك الدراري. والله كذاب، تيعير واحد بالابتر وهو الرسول ديالو هو الابتر فعلا. السيد راه قال الصراحه اللي كاينه، علاش غتجي انت تقول له لا راه ماشي هو الابتر، راه حتى هو اللي ابتر. على الله ما كانش عارف الراجل عنده ولادو. كل خين الاخ ميديس، واش فاطمه واش بنت ولا بتبني تايا؟ راه فاطمه كبيره، راه ما بينوش وبينها في العمر بزاف. راه اخي اليسرى هي ما يتبقى هذه القصه هذه، راه كلهم راه في طون ديال الدراري. والسيده دابا تيقول لكم تزوج بها كان عندها 40 عام، وراه كاين بزاف ديال اللعيبات كيقول لك لا راه عندها شي 50 عام. واش 50 عام باقا غتولد؟ وراه تيش اهان فرضوا كاع 40 عام، راه شحال الولاد ديال الدراري؟ واش هي قنيه غتولد واحد مر واحد تفهم؟ ما يمكنش، راه خصها واحد العام عام ونص عامين ما بين الدري والدري. شحال ولدات راه ام كلثوم؟ لا 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 انا فاطمه، وما نديرش انا فاطمه. فاطمه الزهراء مرت علي الكبيره في بنات، في بنات خديجه، ماشي ماشي بنته هو، بنت راجل من الرجال اللي تزوجت بهم قبل، اللي والده ماشي غير فاطمه معاه، راه والده اخواتات فاطمه. راه هادشي باين واضح، راه فاطمه بينه وبين محمد راه ماشي بزاف. راه اصلا ماتت فاطمه من بعد الرسول، الموت ديال الرسول وقيله غاب شي سيموا ولا ما عرفتش قل كاع وقيله. راه السيده كانت كبيره راه ماشي صغيره، راه هي كبر من عالي. راه غريب داك الشيء. اذا هو ما عندوش الاولاد نهائيا، اذا حتى الحسن والحسين حتى هما ماشي ولادو، اذا هو ما عندوش الاولاد كاع. شوف دابا عرفتي واحد القضيه غتفرش بزاف ديال الحوايج، هو ان هذاك المشكل اللي كان ما بين عالي وما بين عمر وابو بكر، راه فراسك عالي راه مزوج بناته لابو بكر والعمر،
هو براسهم زوج من عند عمر مبدلين البنات بناتهم، هذا تزوج بنت هذا وهذا تزوج بنت هذا، وكيصنعوا القصه ديالهم راه كانوا ضد بعضياتهم. كيفاش كانوا ضد بعضياتهم؟ راه بنات الرسول كانوا مسيحيات وما تبعوش الدين ديالو. كيفاش انت بناتك اللي كدعي انهم بناتك واخا هما ماشي بناتك اصلا انهم ما تبعوكش؟ رجالهم ما تبعوش اللي هما اولاد ابو لهب، راه كانوا ابو لهب راه نسيبو اللي كيضل لي عارف فيه في القران. انت منات ما عطي جوج بنات ديالو هاد محمد هذا واخا هما في الاصل ماشي بناتو بنات خديجه، عاطيهم لمن؟ لابو لهب. وتفهم تفضل فهمتي هذه دابا؟ عارفه عارفه القضيه هذه؟ والله ما على بالي هذه بالله. راه الشباكيه تما، راه تدخل. علاش المسلم تدافع على الدين هو ما عارفوش وتدافع عليه؟ لانه تيقول لا راه هو الحقيقي. علاش؟ لان غوتوا عليه زغرتوا عليه في ودني ملي كان صغير وبقاو عليه الفجل 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 تتفجل مزيان، فتلقوه هما يتلقوا واحد خاوي مصور كيقول لك لا الله هو الكبير. شتيه؟ شتو في قلبي؟ ايوا هضر معاه انت. ملي كتجي تقول له هذه تيقول لك لا انت كتعير، هذا الشيء فين كاين؟ كاين في التراث ديالكم، ما عجبكمش حيدوه، حتى حنا ما عجبناش حيدوه ونوليو بخير يلا، حنا ما عندناش شي مشكل. راه هادي شوف، الا قال شي واحد شي مسلم بان هذا الشيء اللي قلت دابا على هاد الانساب ما بين علي وما بين ابو بكر وما بين عمر وما بين ابو لهب ومحمد، ودونك انا كذاب. الا هاد الشيء بصح في التراث، علاش كتبشموا ولا ملي كتسمعوه كتقلقوا، او ملي كتكونوا ما عارفينوش تنقول لكم سيروا قلبوا ودريو باش تفهموا بان راه هادشي واش كاين ولا ما كاينش، عاد رجعوا قولوا لنا لا راه نتوما كذابه. ولكن للاسف هما ما تيهضروش هاد المنطق. اذا هادشي كاين في النصوص ياك؟ كاين في النصوص الدينيه؟ في النصوص المعتمده، ديالهم، في النصوص المعتمده ديالهم. ناري على فرشا. وما يتقاعدوش يا صاحبي. وفكرة صاحبي ديال انني الى غادي نصيفط رسول باش هادي الناس، فكره خروانيه ما عندها بعدا لا راس لا سيس. كيفاش غادي يصيفط ميساج؟ يصيفط ميساج ويهنى الوقت لعباد الله. وما ماشي هكاك يعني، ابسط الحوايج كتب لنا شي حاجه في السماء مثلا، دير لنا شي لعيبات كاين حلمو كاملين حلمو. لا 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 السماء كاين الهولوغرام، غادي يقول لك الهولوغرام وهذوك الناس داروها. ماشي هكا، ابسط الحوايج نعسو نضربو شي حلمه كامله بحال بحال، نحلمو يتكلم معنا وخا ما يبانش. يعني قلنا راه ونفيقوا في الصباح كلشي حلمه كيف كيف، يعني الاغلبيه غادي تامن وتا واحد ما غادي يكذب، يعني كلشي يقول هذه راه حقيقه. يعني كيفاش انت هو غادي يصنع ولا غادي يخلق واحد انه نبي وغادي يدخلوا الجنه الفردوس وغادي يخلق واحد كافر ربو ما غاديش يامن به وغادي يحرقوا ماله؟ هذه كتسمى العبثيه ما عندها الثمن هنايا، هذه غادي تجمع لك الطويل. واو، كون كان عنده الغرض بحال هكا يخلق غير الصالحين، يكونوا الصالحين ويتبعوه، وهادي هو داكشي يكون فطري. هو فراه خايم دياس كان هذاك النزاع بين ابو بكر الصديق وعمر. لا، ابو بكر الصديق وعمر كانوا مع بعضياتهم، ولكن علي كان حيت هو اللي قال لي يمكن الرسول قال لي الخلافه، قال لي ولا يشد الخلافه من بعدي، وهما ملي مات مشاو شي يجروا الساقيفه وقال لك خلاو علي مع الجنازه ديال الرسول، حيت مشى هذاك الشيء باش تسموا الشيعه، مشاو شيعوا الجنازه ديالو وهما مشاو تحت الساقيفه وتعفقوا وكذا وهذا، وداروا ابو بكر الصديق هو الخليفة. هما راوي الشيء والنقيض ديالو. هما في دابا تنهضروا من داخل التراث الإسلامي اللي كيعترفوا به كلهم، وأنه كاين الشيء والنقيض ديالو، وماشي غير النقيض، النواقض ديالو. يعني هذا هو بحال اللي طاري في القرآن، كما قال علي بأن القرآن حمال أوجه، الدين كله عندهم والموروث الإسلامي حمال أوجه، ماشي حتى وجه، كتلقى ديما الحاجه والنواقض ديالها. شي جديده هذه؟ اهلا ناكيو. اهلا وسهلا، انا كنت كنسمع، بغيت نوقف على واحد المساله ذكرها مدياس، ذكرتيها مدياس.
وكيبان ليا ما كيوقفوش عند الناس. نورمالمون اللي كيقرا هذيك ديال ابي لهب تبت يد ابي لهب وتب، ما كنسمع حتى واحد كيوقف عندها. علاش وتب؟ شنو فهمنا؟ شنو زادتنا هذيك وتب؟ علاش زايده؟ علاش عندنا حوايج زايدين في القران حتى واحد ما فهمهم؟ تبت يدا تبت اوكي تبا لشي واحد فهمناها هذه، ولكن علاش وتب؟ علاش الناس ما كيوقفوش عند التفاصيل؟ علاش عندنا واحد الكتاب مقدس وفيه شي حوايج غير زايدين؟ علاش؟ انا كيبان لي هذا مشكل. علاش وتب؟ ما عمري سمع شي واحد هضر على هاد وتب. واش نتوما عارفين المعنى ديالها؟ وفري فري هي في اللغه العربيه ما خاصش تعاود سميتو بحال تبت، ما خاصش تعاود عاوتاني من وراء. ماشي تا هكاك اصدقائي، كتلقاه دابا كيدوي على الحرمه ديال المراه وكذا، وشويه كينقص لك البني اسرائيل، شويه كيهضر لك على على الجن، كيبقى يعني سكيزوفرينيه كيدخل ويخرج في الهضره، كيعطيك شي واحد التسلسل ديال واحد الموضوع يدوي فيه يطرق له وغادي ينقز الموضوع اخر. لا كتلقاه يتخشى لك من هنا وينقز من هنا ومن هنا، شي واحد مريض مسطي. لا زعما اللي بغا يقول نديروا واحد واحد الحلقه غير على الزوائد اللي في القران، داكشي اللي زايد ما خصوش يكون، ما عنده حتى معنى وحتى واحد ما فهمه. هذه واحده منهم. كيف ما بغيت تقول، كيف ما بغيت تقول الاخ كيو، بغيت تقول زعما علاش ما تكونش تبت يدا ابي لهب وما اغنى عنه ماله وما كسب، لما تعود هذيك وتب. وي بلا ما تعاود، لان ما عندها حتى معنى، وما زاد هاد الصباح ومع السد العشيه في الجوامع. علاش قلنا شي حوايج غير تزيدين؟ علاش هذيك تب في الاخر خايكيو بحال اللي غادي يدير له ديك بوان لافا، يعني فاكيو يعني في الاخر اضيف الى معلومه سكو فاكيو، يعني هذيك كيختم بها. ماشي مشكل يدير فاكيو، ماشي مشكل، ولكن ما يكتبش وتب. لا راه مغالطه، راه مغالطه في اللغه العربيه هذيك الى عاود وتب. اللهم لك انت هذيك تبت يدا ابي لهب، تبت ماشي تبت، وتت مثلا وتعات وتت. عندك صداع كارديو، عندك باك جراوند نويز. المهم غير الى جا شي واحد قال لك يسلم عليكم على انا عندي واحد الفكره يقدر يقدر تكون عندها شي تفسير مهم بالنسبه لهذيك تبت يدا ابي لهب. هذيك تبت ماشي هي نورمال، تقدر تكون بوتت، بوتت يدا عندها المعنى، بوتت يعني تقطعت تقطع، وبالتالي كتجي هذيك وتب بحال الا كسبوا. لا انا اصلا القران هضرت على وتب، هي اللي هضرت عليها واقيلا. تقدر تمشي هذه دابا مثلا من اللي بوتت كما قال المسيح، لانه هو شرحها بان الكلمه راه في الاصل ديالها بوتت، وعطى شي ادله وهذه علاش بالضبط اختار بوتت ماشي تبت. راه غير اللي تكلم على الكلمه غلط وبقاو تابعينه في الغلط، يعني بوتت يعني قطع. لا اللي نقط، اللي نقط، اللي نقط بلاتي ملي كتقطع لواحد يدو راه تينقز، لان راه قطعتي ليه يدو راه جرحتيه، راه عرفتي شنو فنق يعني وتب. الوتب هو التنقاز يعني بحال نقز. تقدر تمشي هكا ممكن، ولكن ميدياتي الا خدينا هذا الشرح بلاتي، الا خدينا هذا الشرح ما خصهاش تكون وتب، خصها تكون وتب، لان هذيك الواو غادي تكون التفسير اللي عطيتيها ميدياس، الواو غتكون جزء من الفعل، دونك ديما كاين الغلط. ماشي مشكل اصاحبي، بقاو نتحاسبوا على حرف واحد، حرف زايد ناقص ماشي مشكل، ما تيبدل والو في المعنى. وغنوليو قرانيين دابا الا درنا هذه الطريقه هذه، الا مشينا معها غنوليو قرانيين. ميدياس لا هو تفكروا بغينا غير تباين ناقص، اذا تبت يدا ابي لهب وتبي زعما كتفنا ليه يدي هو ينقز، جات من وتبا ينقز. يس ولكن نسى واحد الواو، خاصو يزيد معها ووتب، لان الا ما كانتش الواو غتجي ناقصه. هذيك راه الاعجاز، هذيك راه معجزه كيو، ما تفهمش هذيك راه الاعجاز، هذاك هو باش يخليك انت دابا متالف، هذاك هو الاعجاز الرباني. دابا المهم غير الا جا شي واحد قال لكم البلاغه وداك الشيء عقلوا على هذه قولوا عليه، لان ما كاينش كلام زايد في البلاغه، البلاغه هو قله الكلام مع الزياده في المعنى. كيو
راكي كنا واحد القاعدة لغوية كتقول لك أي زيادة في المبنى خاص يكون معها زيادة في المعنى. يعني إلا زدتي في المبنى ديال الجملة يعني زدتي كلمة خاص تكون كتفيدنا هاد الكلمة، يعني زيادة في في المبنى زيادة في المعنى. يعني والقرآن عامر بهادشي، عامر به. كنت بغيت نشير لأن أعطيناك الكوثر الإخوان، راه هذيك الكوثر اللي اختلفوا فيها العلماء راه هي الكوشر. كوشر هي الحلال اليهودي، إن أعطيناك الحلال فصلي لربك وانحر، يعني هذاك حلال عليك أنك تنحر. كنت سمعت هذا التفسير هذا، ومنين كتقولي الكوشر كيسالي الاختلاف، ما كتقولي لا نهر في الجنة ولا ما نعرف شنو ولا ما نعرف شنو. وعلاش ما تكونش ونجر زعما سير في حالتك جر صافي عطيناك الكوشر وتكون فنجر، لان ما كانش منقط هضروا يعني انت نقطتيها بداك الحرف غير حيت جات اللي عطيتيه الكوشر حيت دابا حنا اش كنقولوا ان القران اصله عبراني وسورياني، وهذا دابا ديك الكلمه اللي نقلات من الاصل ديالها السورياني ولا من الاراميه ولا هذا نقلات بدون خط بدون نقاط. يعني ملي كتبقى تالف هذيك الكوثر كتزيد كتقول راه كانت شين، يعني عطات الكوشر هي حلال وقلنا ومنين وحلال عليك انك تصلي وتنحر. يعني اش تنحر؟ تنحر شي حاجه اللي حلال ماشي نحر ضروري تبقى نحر زعما في الاخر نحر فهمتك، ولكن ما عندهاش معنى عندها نصوص الاصل ماشي جيبهم محمد من عنده، راه نصوص قديمه هو عجبوا النحر ورد نحر، ولكن تلقاها في الاصل هي نجر زعما صافي عطيناك الكوشر وجر مع راسك كثير حاس وميدياس دوختيني يا صاحبي. راه المعنى ديال الكلمه كيمشي مع النحر مع الذبيح القربان، يعني حلال هذاك الشيء اللي غدير راه حلال كوشر. ونجرب نجرف يعني نجر ما جاتش من كيفاش غندخل في الجملة. واش نجر بالدارجة ميدياس ولا بالعربية الفصحى؟ نجر زعما نجر ما زعما تلاح صلي لربك وتلاح مستنى اوكان غابوغ ميدياس ما يقولهاش مستنطنش يقوله وهو كيهضر بعض راز القاوية جو بونس يقدر يقولها، يقول له نجر يقدر يقول له تتلاح. خصنا نشوفوا شي رواية فيها التلاح. المهم انا كنعاود لكم هذه القضيه لان سمعتها عند شي واحد ما جبتهاش من راسي. الكوثر ممكن بزاف انها تكون كوشر وجايه من الاصول اليهوديه الناصريه اليهوديه ديال القران، هذه غير اضافه. وي هذه عندها معنى. هو زاك ولا أخيليوس هما اللي عندهم أصول يهودية. هاد اليهودي ديال أخيليوس هو اللي قدر يجاوبك على هاد كوشر، لأنه عنده إلمام بهذا الشيء اليهود. حنا خويا كسالى في اليهوديات سيرتو في هاد سبيسيفيكاسيون كنفهموا هذاك الشيء اللي هو من الفوق. ما هي راه تنتظر من عند شوف هو النص. حمقتيني يا ميدياس، عرفتي أنا رفيق من الناس مش ديتش معاك عرفتك باغي تفلا وما، ولكن أنا باقي مبوق فهمتي. لا القصد ديالي ماشي نتفلا، القصد ديالي طونكو ما كاينش دليل عند حتى شي واحد ممكن توقع زعما هذا هو اللي بغيت نشير ليه انا. يعني علاش نحطوا كاع الاحتمالات كامله ونحط وديك الساعه عاد نشوفوا الدراسه شنو كتقدر تعطينا او تعطينا. فممكن راه كلشي ممكن لانه القران راه فيه الكوارث فيه ولا، لان ما تنساش واحد القضيه على الاقل ثلثين ديال القران على الاقل ما هماش عربي، نساو هذه القضيه يعني الاصول ديال على الاقل فعلا اول ما كتلقى اول ما كتلقى كلمه غير مفهومه نسى عليك العربيه، خاصك تمشي نيشان للسوريانيه. فين ما لقيتي كلمه غير مفهومه في القران لا تبحث عنها في اللغه العربيه، ابحث عنها في اللغه السوريانيه. شوف اخيلوس دار الطاكيه ديال اليهود.
قول لنا اخي شنو دار لك في الكوشر، شنو دار لك في كلمه راه هي انا بغيت نهضر معكم. الكوشر عندهم ماشي الذبائح، هذاك الليمون اللي شاد هذاك اليهودي وشاد تيقلب فيها ملالو، هذاك سميتو الاطراش، واحد نوع هي الليمون مقدس عندهم وخصو اي تيتباع ب $100 عرفتو. هذاك سيدي ذاك الليمون هو اللي عطات مرأة رئيس الشرطة اللي عندها مشكلة مع يوسف وعزيز مصر زورو مسلمين، وهو كان رئيس الشرطة عند مصريين. هذه الفاكهة معروفة بأنها تثير الجنس، هي اللي عطاتها مرات هذاك العزيز أونت بارونتيز عزيز مصر، عطاتها للبنات اللي هضروا عليها في المدينة تيقطعوا فيه وتياكلوا فيه، ودخلت عليهم يوسف. هي كانوا هما متالين جنسيا من يشافوا لابوطي ديال يوسف وما يقطعوا يديهم. هذيك هي ديك الفاتية، وهي تا هي من الطعام الكوشر عند اليهود. ما عندهمش الذبائح، راه عندهم حتى النباتات ككوشر. يس دابا المضمون ديال القران، دابا الدارسين بحال مثلا الدكتور سامي الديب كيقول لك 80% ديال مضمون القران جاي من اليهوديه ولا من التوراه. ولكن كيف ما قال الاخ التعبير ديالو يعني اللغه بجا معظمها سريانيه، المضمون من اليهوديه ولكن اللغه سريانيه، هادشي اللي بان لي انا. وي وي فعلا راه قلتها، يعني اي كلمه غريبه ولا ماشي في الموقع ديالها ولا خارج عن السياق، اول ريفلكس قبل ما تدير اي حاجه خاصك تبحث في السريانيه. هذه نعطيها لك قاعده.